لقد أبدع الشعراء المتقدمون منهم والمتأخرون في مدح أبي تراب عليه السلام، ولنشهد على هذا العطاء الشعري المتجدد المفعم برحيق الولاية، يتفضل الشاعر الأستاذ جعفر أحمد العريبي ليسمعنا ما خطت أنامله في حب مولاه، ولنحفه نحن بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله العلي الأعلى، والصلاة والسلام على من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وآله نجوم سماوات العلا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما أشار سماحة الشيخ، من أين نبدأ في علي؟ قال تعالى: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هكذا خاطب الله نبيه موسى عليه السلام أثناء دخوله لوادي سيناء: كيف بنا ونحن ندخل لوادي علي بن أبي طالب؟ إنه علي يخلعون النعل في وادي طوى، يخلعون النعل في وادي طوى، واحنا عندك ننزع عن قلوبنا. موسى ويا الله في الوادي انزوى، واحنا ويا الله وعلي محبوبنا. وفي ذلك أقول: أتيت واديك حافٍ، أتيت واديك حافٍ غير منتعلي، معمداً بالهوى أمشي على مهلي. أتيت والصوت ملء السمع يهتف بي: انزع فؤادك في وادي الإمام علي. اخلع فؤادك في وادي قداسته، ففي خفاء ستلقى الله فيه جلي. هناك تأنس حبا، تنتشي ألقا، وتسمع الصوت يأتي جانب الجبل: إني أنا الله، إني أنا الله، والمشكات حيدرة، وحيثما كان وجه الله كان علي. فامسك بحبل علي فالنجاة به، ومن تمسك مأمون من الزلل. وادخل هناك وخذ من نوره قبسا، إني اصطفيت عليا واصطنعته لي. من بعد أحمد في الأشهاد حيدرة، هو الوسيلة في من يبتغي سبلي. طأطأت هامي، طأطأت هامي، نزعت القلب منتشيا، حبا له أبديا نشأه أزلي. طأطأت هامي، نزعت القلب منتشيا، حبا له أبديا نشأه أزلي. أصيح فيه علي والصدى كلم من الملائكة يأتيني: علي علي.
أصيح فيه علي، والصدى كلم من الملائكة يأتيني علي وعلي، والوحي أنزل يتلو لي فضائله، فجئت أتلو لكم مما تنزل لي، وقد تفتق عقلي عند قولته: عبدي أطعني تكن يا عبد لي مثلي. فكان مثله كل الأولياء، وقد كان التجلي حقيق في الإمام علي. فآدم بعد أسماء الإله تلا اسم النبي وثنى بالإمام علي. فآدم بعد أسماء الإله تلا اسم النبي وثنى بالإمام علي. باسمه جاز نوح في سفينته، إذ كان يكتب في الألواح اسم علي. باسمه جاز نوح في سفينته، إذ كان يكتب في الألواح اسم علي. ويونس وسط بطن الحوت يؤنسه، وقد نجا حينما نادى باسم علي. وحينما ألقي إبراهيم في لهب كانت سلاما له باسم الإمام علي. وحينما الله أوحى للنبي: ألا فلتتخذ عضدا، كان الإمام علي. وفاطم لم يجد كفءا لها، ولذا قد زوج الله بنت المصطفى بعلي. والشمس ما أخطأت يوما منازلها، والشمس ما أخطأت يوما منازلها، ورغم ذلك ردت للإمام علي. علي من أنت يا لغز الوجود، لقد تاهت بكنهك ألباب ولم تزلي. يا خاصف النعل، يا خاصف النعل والدنيا بقبض، يا خاصف النعل والدنيا بقبضته، تعف عن ضوء شمع خشية الزلل. يا من يبيت خميص البطن ملتويا، ليطعم الجائعين الخبز بالعسل. يا من لكل يتامى الكون كان أبا، وكان ملجأهم في خطبها الجلل. أيا علي، أيا علي، ويكفي حين ألفظها تصيبني نشوة العشاق بالثمل. أيا علي، ويكفي حين أسمعها بالحب تكشف وجهي دمعة المقل. أيا علي، ويكفي حين أكتبها أنهال أشبعها باللثم والقبل. مولاي عذرا، مولاي عذرا، فلا أستطيع أكتب ما تحويه في بضع أبيات وفي جملي. لذاك أختم قولي طالبا أملا، لذاك أختم قولي طالبا أملا، حاشا يخيب على أعتابكم أملي. كما تصدقت في وسط الصلاة، وكما
أعطيت ذا حاجة من قبل أن يسلي مولاي لي حاجة يوم الحساب بأن في من تشفعت يا مولاي تشفع لي مولاي لي حاجة يوم الحساب بأن في من تشفعت يا مولاي تشفع لي ولي إليك رجاء يا علي ألا كما حضرت إلى سلمان تحضر لي والسلام. خادم أيا علي ويكفي حين ألفظها أيا علي ويكفي حين ألفظها تصيبني نشوة العشاق بالثمل أيا علي ويكفي حين أسمعها بالحب تكشف وجهي دمعة المقل أيا علي ويكفي حين أكتبها أنهال أشبعها باللثم والقبل مولاي عذرا فلا أستطيع أكتب ما تحويه في بضع أبيات وفي جملي لذاك أختم قولي طالبا أملا حاشا يخيب على أعتابكم أملي كما تصدقت في وسط الصلاة وكما أعطيت ذا حاجة من قبل أن يسلي مولاي لي حاجة يوم الحساب بأن في من تشفعت يا مولاي تشفع لي ولي إليك رجاء يا علي ألا كما حضرت إلى سلمان تحضر لي والسلام عليكم ورحمة الله. لا فض فوك ولا تربت يداك يا أبا أحمد ودام قلمك في حب آل محمد